قلبي بيعذبني والنار اللي جوايا بتكويني. بحب حقيقي بحب، لكن مش قادرة. أنا عارفة إنه صعب إني أتجوز ابن اللي غدر بيه، بس أنا تعبانة تعبانة أوي يا بابا. أرجوك ما تزعلش مني واديني فرصة حلوة. أوعدك إني أحاول. يا ساتر. مساء الخير. والله زمان يا غالية، وحشاني يا منادى. سلامات يا أخي. أمال فين عروستنا؟ بيقولوا بقت دكتورة كد الدنيا. الواد حمد ابني بيقول عليها إنها أحلى واحدة في العالم ده كله. احنا ما عندناش بنات للجواز يا فراج. تقصد يعني ان ناديه مش موجوده؟ لا يا باشمهندس، ابوك فاهم قصدي كويس. انا الحق عليا اللي اتنزلت وجيت لحد عندك بعد اللي عملتيه فيا. انا قلت يا فراج عشان خاطر ابنك الوحيد تعالى على نفسك، تقومي ترفضينه؟ لهو انت ناسي اللي حصل يا ابن زدان. ما تصلي على النبي يا غالي، ده احنا جايين نطلب القرب ونعيد الشمل واللي فات مات. يا خالتي يا خالتي، احنا بنحب بعض من يوم ما فتحنا عينينا على الدنيا. عشان خاطر ما تحرمنيش منها. انا قلت ما عنديش بنات للجواز. انت هتترجاها ولا ايه؟ ده انا جوزك ستها بنات الاصول على جفا من يشيل. انت بتتكلم عن الاصل يا قليل الاصل يا خاين العيش والملح. هو ده النسب اللي انت عايز تشرفني بيه؟ ها؟ انا غلطان ان انا سمعت كلام العيال. انت عينك يتدب فيها الصعصع. بره بره. يا خلاك بالتلاته، لولا ان جوزك الله يرحمه كان صاحبي لكنت قطعت القطيع وخرست خشمك. نزل ايدك، انت ازاي تكلم امي بالطريقه دي؟ ده ازاي هتبقى في بيوت الناس وتعلي صوتك وايدك عليهم؟ ارجوك يا ناديه، ارجوك تفهم ايه اللي حصل. قدامي يا ابن فردوس. يلا حرمه. أيوة. قدامي. لو كانك راجل يا غالية ما كانش درجة حالك.